وبتأمل من الكل يشارك وبيسعدني الكل يشارك ورايحين يكون في برامج ولكن لكل الاجيال ولكل الاذواق. مش راح طبعا اطول عليكم الحديث ان شاء الله راضي. فكل عام وانتم بألف ألف خير واهلا وسهلا بالجميع وان شاء الله اليوم تنبسطوا في السهره. شغله كثير مهمه لهالشهر هلا بعد في شوية برامج فبكره في عندنا مسرحيه للاطفال فبدعو عن جد كل الاطفال بحبوا يتواجدوا ويكونوا موجودين مسرحيه كثير حلوه. والاسبوع الجاي في عندنا بعد كم برامج بالذات للجيل الذهبي طبعا احنا بنعطي التفاصيل بعدين كمان تابعونا على الفيسبوك على الانستغرام على الواتساب اكيد رايحين نعلن في كل الطرق. فاهلا وسهلا فيكم. أدعو السيد أركادي بوميرانس رئيس بلدية معلوم ترشيحة ليلقي كلمته. أنا متكفلة لياسمين مار أركادي بوميرانس رشيحة مساء المرام. שלום לכולם, אבונה, אדוני מורי, חברי סגן, נחלה, חברי סגן, אין כאלה לשעבר, אז כמה סגן, אדם לשעבר, חברים, המדנאים, מנהלות בתי ספר, נשים יקרות, ופא, אני שמח גם לראות את אמא שלך פה איתנו, זה אומר שאת, כמה שאת באמת מחוברת ככה לכפר ולתרשיחא, ובאמת שמחים לראות גם את האימא וגם אחות, הבנתי גם פה. דודה. היא נראית אחות, אבל אני דודה. כן, אז שגם פה זה באמת אומר המון. נשים יקרות, היום, אמנם היום אנחנו מחוקקים סוג של יום האישה, אבל אני יום האישה, יום האימא. אני חושב שלכל התפקידים שהיום נשים שלנו, או בכלל נשים בעולם, עושות, באמת, בכל המגוון, בתפקידים ניהוליים, תפקידים מאוד בכירים, האם זה פוליטיקה, האם זה בבתי ספר, האם זה בכל מיני תעשיינים ויש בעלות עסקים, אבל בכל זאת, ובכל זאת, כשילד בא, הוא אומר, אני אוהב אותך, אוהב אותך כמו אימא. אמנם גם אבא זה פונקציה, אבל תמיד אומרים, אני אוהב אותך כמו אימא, בן אהבה כמו אימא. עם כל הכובד שיש לכם על הכתפיים היום, עם כל האמנסיפציה, ועם כל השוויון החברתי, ועם כל הדברים הקשים, אתם עדיין יודעות, אני חונכתי ככה, והם כנראה ידעו גם ככה. אבא שלי אומר, יש סיפור של נשים. אחד, יפות, והסוג השני יפות מאוד. אז אתם כולכם יפות ויפות מאוד. וככה שברוך השם יישאר להיות ככה. ועם כל הכובד, אני חוזר ואומר, עם כל העומס שיש על הכתפיים, ועם כל השוויון החברתי שרוצים להגיע היום לכל ההישגים ולכל המעמדים ולכל דבר, עדיין אתן שומרות על הבית, שומרות על המדינה, שומרות על כל הגבולות, ושתמיד תהיו חזקות, תמיד תהיו איתנו, ואנחנו נהיה איתכם, שנוכל לעשות הרבה הרבה דברים ביחד. בריאות איתנה לכם ולכל הילדים שלכם ונכדים. תודה רבה. אני לצערי לא יוכל להישאר עד הסוף, כי אנחנו עכשיו נוסעים לאירוע גם כן בעכו. אני אהיה איתכם כמה דקות ואצטרך לזוז. תודה רבה לכולם. תודה רבה, ארקדי, על מילים מחממות את הלב, והמשך ערב נעים ופורים שמח. נשמע אל-ערבייה חינם נתקלם, ולכן חינם נשמע אל-מאס, נשת אל-ערבייה מרסע בשבאל ובחזור אל-קרימה. الطفلة الموهوبة الناس معين خير تفضلي. الناس هي مطلع فوق هي ما بطل عشان كل شيء ناس خليني اشوفوها يلا مساء الخير للجميع. أسعد الله أوقاتكم بكل حب وسعادة. على أكبر حفا عن الأم، على أكبر حفي من رحم فيها حقها.
وأفتح حبل. القر أول كنز نملكه وأخطر شيء ممكن نخسره. يشرفني أرقديكي يا أمي الغالية وكل أمهات العالم. شعري معبد لون القليل عن أحلى وأطيب قرص الوجود. أقولي مش هتحسي بالغالية، عيدها ليلي غالية وعيدها ليلي يا بلاش. يقول الأب ميشيل هايك: ربي بعد اسمك لا أقسم إلا باسمك. ربي رحمتك ومالي غير أم فحمها. ربي لا تقسى عليها، ربي رفقا لي بها. ربي إن لم تستجب على سؤالاتي لها أعطها جزءا يسيرا من صلاتي لها. أدعو السيد مثل طنوس نائب رئيس البلدية ليلقي كلمته. تخيلنا جميعا حضرة الأب دبيلة بليني إخوات المشاعر مارك أركاني بومرانز حمد نعيم نائب الرئيس السابق للرابط الأفاضل مع كمان الموظفات البلدية والمحافظة. الحضور الكريم، يعني أول شغلة كل عام بخير للجميع. يعني لما الواحد بده يحكي عن الأم مهما حكى بضل مقصر، لأنه أنا بشوفها إنه الأم هي إلها دور جبار في المجتمع وفي الحياة. كلنا كأن أميات وعن أميات، وكلنا بنعرف التضحيات اللي بيقدموها اللي ما إلها حدود. واليوم ظروف الأم أصعب من الظروف اللي كانت فيها قبل، إنه الأم كمان تبعت للعمل بالخارج، كانت الأم كل الوقت بالبيت، شغلة بالبيت مع الأولاد وكذا. اليوم الظرف صار أصعب عليها بالحياة إنه تشتغل برا وجوا. يعني الواحد ما بيحكي ما بقدر يكفيكم يعطيكم حقكم في المجتمع على المجهود اللي انتم عم تعطوه لابنائكم ولعائلاتكم ولمجتمعكم. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله كل سنه بنتمنى لكم الصحه والسعاده ونبدي معكم وانتم باحسن حال. شكرا لوفاء جمهور على ترتيب البرنامج والطاقم المساعد معي، ويعطيك الف عافيه. شكرا لك جميعا.
في هذه المناسبة نرحب بالفنان الياس معاكي برفقة عازف الأورغ إيهاب خوري بأغنية ست القبائل. كل عام بخير للجميع، لجميع الأمهات، نعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب. أكيد إحنا ما استناش هذا اليوم، بنعيد على الأمهات. كل يوم إحنا بنهدي أمهاتنا، بنصبي عليهم، بنمسي فيهم. هذا بالنسبة لها عيد وأحلى صباح وأحلى مساء. فنتمنى للجميع الصحة والعافية يا رب طول العمر. وطبعا ويرحم جميع الامهات، جميع الاولاد والابناء والبنات اللي فرقوا امياتهم، وان شاء الله يربوا اجيال ويكونوا اميات والعمر طويل للجميع. واهلا وسهلا فيكم. بعيد الحب عايدكم وقاطع مسافات، بعيدين على الكون. بعيد الحب عايدكم وقاطع مسافات، بعيد يا عيالكم يا حبيب، محل الموت يا حلوين عايدكم، والاسمر بعد الله بين حزاين. يا أمي يا حبيبي.
وفي المرة الثانية عندما رجعوا من مصر رجعوا على أورشليم ومن هناك إلى الجليل إلى الناصرة إلى الموطن الأساسي للمسيح. وفي منتصف الطريق مريم العذراء بتنتبه إنه ابنها مش معها. فبتقول ليوسف بتقول له الطفل الولد وكان عمره ما يقارب 13 سنة كانوا هذا كان جيل البار متسبع عند اليهود وقتها بنعملوا احتفال ببلغ 13 سنة كنا رجعين من أورشليم للهيكل الطفل ما كان معهم وعادت مسافة سفر يوم تصوروا مشي يعني كانت أبعد من نابلس عن أورشليم لحما وصلت ودورت عليه ولقته في الهيكل وقالت له لما فعلت بنا هكذا فشوف الأم كم هي منتبهة للأطفال لاحظوا قديش الأم بهمة إنه يكون الطفل بجانبها فهي بحق وتستحق هذا التكريم تستحق هذا التكريم كل مرأة وكل أم وكل صبي فيكم تستحقون هذا التكريم وهذا العيد وكان بومرانس حكى كلمة جت شوي صعبة حتى انتبه لها يمكن بس قال إنه الزلمة الرجل عايش أنا انتبهت بس كنت بتمنى يكون قاعد وكنت أنا محضر له الجواب أقول له إنه آدم وكل عظمته الرجل وكل عظمته كان في الجنة قاعد حيران ما عرف حالش بده يعمل فكانت رحمة ربنا عليه إنه نجم وخلق له حواء حتى يتسلى ويلبست معاها وهكذا تغيرت حياته إذا للمرأة من الأساس في المفهوم الديني للمرأة هناك موقع عظيم جدا موقع أساسي في حياة الناس في حياة البشرية في تكوين العالم ونحن من هذا المكان المتواضع ندعي رسالة صغيرة حتى ربنا ينجي العالم من الحروب مش بس في روسيا كمان احنا في عنا حروب احنا في عنا حروب كبيرة في داخلنا في مجتمعنا يا إنسان الله خلقك حتى تتمتع في الحياة وغيرك يتمتع عشان هيك لا تقتل ولكن للأسف عم نتغير شوي شوي أنا رح أشكر وفاء مديرة المدنس على هذه الدعوة باسمكم وكل القيمين على هذا على هذه المؤسسة اللي اسمها المدنس وأشكرهم من أعماق القلب وإذا كان هناك أنا أخذنيش عن مدر سمعت من كلمة مديرتي المدرسة فأنا كمان برحب فيهم إذا كانوا هوني ونقول لهم كمان الله يعطيكم العافية على كل العطاء اللي أنحطوه لأولادنا كل عام وأنتم بألف خير ومساكم خير بدعي كمان مرة الياس ليطردنا بأسفل